ولكن حزب الله. نعم تفضل. ولكن الحزب هو مكون سياسي أساسي في مجلس النواب، في الحكومة، وأيضا كبيئة شعبية ومكون لبناني أساسي داخل التركيبة اللبنانية السياسية والشعبية. يعني ما هو جزء من الكيان اللبناني ومن البيئة اللبنانية ومن الشعب اللبناني جمهوره. هو ما يمثل لبنان، هو يمثل إيران، واعترفون دائما هم في مواقفهم يقول لك نحن مرجعيتنا هي إيران، ومرجعاتنا هي هذا، ونحن نستفيد المال والدعم المال والأسلحة من إيران. هم يقولون، مش أنا اللي أقول هالكلام، هذا ما في إخلاص للبنان. فهم إذا هم كانوا فرس فهم يرحلون من لبنان، ولبنان نحن نعترف أن عربية وطنية من المسيحي إلى المسلم، هذا اللي نعرفه. وأنا عندي علاقات قوية من كثير من إخواننا الشيعة، قوية جدا. فمثلا عندك أنت الأستاذ نبيه بري وجماعته، فهم عرب أصيلين، وأنا أعرفه حق المعرفة وأضرب لهم تحية وسلام. فهؤلاء الناس هم، أما الباقيين ما يؤمنون بعروبتهم ولا يؤمنون بلبنان ومحبة في لبنان. ولكن أنا أحاول القول أنه يعني الحزب ممثل داخل مجلس النواب اللبناني وداخل الحكومة اللبنانية، ومناصريه وبيئته تشكل جزء أساسي من البيئة الشعبية اللبنانية، من المواطنين اللبنانيين. يعني كيف هي يعني جزء أساسي من التركيبة اللبنانية؟ يعني تفضل. نعم نعم. ما أقدر أعلق أكثر من الكلام اللي قلت، بسبب أنهم هم يعترفون أنهم غير لبنانيين، وهم تابعين لإيران، وهم قلباً وقالباً مع إيران. فهذا شيء راجع للشعب اللبناني، أنهم يعترف بهم أنهم هم لبنانيين أو فرس.